ضمن سلسلة زياراته الميدانية لشركة الاستكشافات النفطية، زار السيد مدير عام الشركة الأستاذ المهندس علي جاسم حمود القسم الهندسي في النهروان للإطلاع على طبيعة إنجاز الأعمال والمهام الموكلة لكل موظف وآلية سير العمل المتبعة في القسم. واستمع سيادته خلال الزيارة إلى مجموعة من المعوقات وتم وضع الحلول المناسبة لها، كما وأبدى الموظفون امتنانهم للتواصل الذي تقوم به إدارة الشركة مع أقسامها، مما ينعكس إيجاباً على العطاء ومستوى الأداء الوظيفي. كما اطلع سيادته خلال جولته في القسم على عمل الورش وأعمال الصيانة الخاصة بالهزازات والمعدات الثقيلة والخفيفة، مثمناً الجهود المبذولة في صيانتها. واختتم اللقاء بدعوته إلى متابعة أعمال وحدة السلامة في القسم ومراقبة منظومات إطفاء الحريق وتوفير معدات الوقاية الشخصية حفاظاً على المنتسبين.